أظهرت الشرطة أيضا في ولاية جورجيا أنها أغلقت مراكز اقتراع في مقاطعة بولتون بالولاية مؤقتا، وذلك بعد ورود أو تلقي تهديدات بوجود قنبلة. هذا وأوضحت أنها بعد الفحص والتحقق لم تعثر على أي شيء، وقال سكرتار الولاية أن مصدر التهديد كان من روسيا وليس له مصداقية، وأضاف أن روسيا تخطط لفعل أشياء سيئة لأنها لا تريد للأمريكيين أن يحظوا بانتخابات سلسة وعادلة. هذا وأعرب سكرتير جورجيا الذي يعد كبير مسؤولي الانتخابات في هذه الولاية، أعرب عن ثقته في أن تصدر نتائج أغلب الأصوات في هذه الولاية بعد ساعة من إعلان مراكز الاقتراع إغلاقها، مشيرا إلى أن يوم الانتخابات كان سهلا إلى حد كبير. هذا وتوافد آلاف الناخبين على مراكز الاقتراع في ولاية بنسلفانيا خلال الساعات الأولى لصباح الخامس من نوفمبر للإدلاء بأصواتهم، حيث فضلوا القيام بذلك شخصيا بدل التصويت عبر البريد، والخيار اللي كان متوافر بطبيعة الحال كما الكل يعلم في المرحلة الأولى من التصويت المبكر. نتابع. نحو 2 مليون شخص قاموا بالتصويت هنا في ولاية بنسلفانيا مبكرا عن طريق البريد، بينما اختارت الغالبية العظمى من الناخبين التواجد في مراكز الاقتراع يوم الخامس من نوفمبر للإدلاء بأصواتها بشكل شخصي. لقد انتخبت اليوم حضوريا لأنه أكثر أمانا، لأن المركز قريب لبيتي ما سهل علي ذلك. لدي ثقة بالانتخاب عن طريق البريد، ولكني أعلم أن يوم الانتخاب مهم لأن الفرز يتم مباشرة. أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم الانتخاب هنا في ولاية بنسلفانيا. خلال الانتخابات الماضية 6 ملايين منهم أدلوا بأصواتهم. ننتظر حتى نهاية اليوم لمعرفة نسبة الإقبال في هذه الانتخابات وفي هذه الولاية المهمة التي يقول المسؤولون إنه بالنظر إلى الأعداد والتي يتم فرزها يوم الانتخابات وليس قبل ذلك بالنسبة للأصوات المبكرة، سيصعب الإعلان عن نتيجة هذه الولاية مع نهاية اليوم. أمينة السريري، سكاي نيوز عربية، مدينة فيلادلفيا، ولاية بنسلفانيا. وينضم إلي في الاستوديو في هذه التغطية الخاصة من واشنطن دي سي مراسل موقع بوليتيكو إلى البيت الأبيض دانيال ليبمان. دانيال، أهلا بك معنا اليوم في سكاي نيوز عربية، وأيضا أرحب بأستاذ القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن دكتور كيسي بورغا. دكتور كيسي، سعيدة جدا بوجودك معي في الاستوديو للمرة الأولى، كنا نلتقي عبر الشاشة اليوم لقاء مباشر. نتحدث في هذه النافذة عن ولاية مهمة جدا في هذا السباق الانتخابي، بنسلفانيا. هناك معتقد يقول دانيال بأنه من يفوز في بنسلفانيا هو الذي يصل إلى البيت الأبيض، هل توافق على ذلك؟ أعتقد أنك على حق بالفعل، هذه هي الولاية الأهم في السباق الرئاسي، فهي تجمع الكثير من المدن حيث يقيم الكثير من الليبراليين الشباب الداعمين لهاريس في فيلادلفيا أيضا على حد سواء، وأيضا في غرب الولاية حيث هناك مناطق ريفية تدعم ترامب إلى حد أكبر، وبالتالي إن لم تفز ترامب سوف يكون هؤلاء سوف يقول هؤلاء لما لم تختاري جوش شابيرو وهو حاكم هذه الولاية كان ليجمع لك الكثير من الأصوات. هو بالفعل ملفت جدا غياب شابيرو عن هذه الانتخابات، والكل كان يعلم أنه كان من الأشخاص المرشحة بطبيعة الحال كان أنه يكون نائب كاملا هاريس. كيسي، بدي أسألك عن الموضوع نفسه، أهمية بنسلفانيا، وإلى أي مدى تجد أن هذه الولاية هي اللي ستحسم الانتخابات هذه المرة؟ استطلاعات الرأي متقاربة جدا في بنسلفانيا، بالأمس يمكن آخر استطلاع كان 48 مقابل 48، يعني الأصوات
متقاربة بل بالفعل هي نفسها للمعسكرين، هل يمكن لبنسلفانيا أن تقول كلمتها؟ هل بنسلفانيا هي التي ستوصل الرئيس؟ أعتقد ذلك. نعم، إن ولاية بنسلفانيا هي من سيصنع الفرق، لا سيما لكامالا هاريس. إذا ربحت وفازت في بنسلفانيا وميشيغان وغيرها من الولايات المتأرجحة، أعتقد أنها سوف تحقق 270 صوتا من المجمع الانتخابي. أعتقد أن أمام رئيس ترامب مسارات أخرى من دون بنسلفانيا، ولكن ذلك سوف يؤخر وصول هاريس إلى البيت الأبيض. لقد أنفقنا المليارات من الدولارات، هناك الكثير من الناخبين، 250 مليون ناخب في الولايات المتحدة، وبالتالي إن ولاية بنسلفانيا هي من ستصنع الفرق، لا سيما في سوبوربيا. كانت هناك الكثير من الأصوات الداعمة لترامب في العام 2016، ولكن في العام 2020 رأينا هذه الأصوات تعود للحزب الديمقراطي، وبالتالي هناك خيار، إما أن يربح ترامب أصوات الناخبين الحضريين، أو نرى أيضا توسعا لنتائج العام 2020 حيث سوف تربح هاريس أصوات هؤلاء الناخبين. إن بنسلفانيا كما قلت سوف تصنع الفرق، لا سيما بالنسبة لولايتي أو بالنسبة للمرشحة هاريس. هو حقيقة سباق ما بين المناطق الريفية والمدن، ويترجم هذا الكلام في بنسلفانيا نفسها. برأيك دانيال، هل تقول المناطق الريفية كلمتها في بنسلفانيا هذه المرة؟ الولاية اللي لطالما صوتت للديمقراطيين باستثناء العام 2016، حيث تمكن دونالد ترامب من انتزاع أصوات هذه الولاية ويجعلها حمراء للمرة الأولى. نعم، لهذا السبب هناك المجمع الانتخابي الذي سوف يعطي للمناطق الريفية صوتا بشأن ما سيحدث في هذه المدينة، وإلا سوف يقرر المقيمين في المدن مصير هذه الولاية. وبالتالي ينبغي على السياسيين بطبيعة الحال أن يأخذوا أصوات الريفيين بعين الاعتبار، وهم بمعظمهم من المزارعين، وذلك يعود إلى المجمع الانتخابي. هناك الكثير من الديمقراطيين الذين لا يحبذون فكرة المجمع الانتخابي ويحبذون فكرة التصويت الشعبي، ولكن المرشحين يمضون وقتا كثيرا في ولاية بنسلفانيا لأنها منقسمة. في نيويورك وكاليفورنيا هناك أغلبية ديمقراطية، في تكساس هناك غالبية جمهورية، ولكن ولاية بنسلفانيا سوف تصنع الفارق كما قلنا. هي صاحبة المقاعد الأكبر في المجمع الانتخابي بطبيعة الحال، ومن هنا أهميتها، ومن هنا تابعنا تركيز كل معسكر عليها خلال الحملة الانتخابية في الأيام الأخيرة. لكن عندما نتحدث عن بنسلفانيا على وجه الخصوص، لابد أن نتوقف عند الحدث اللي كان لافت جدا في هذه الانتخابات أو في التحضير لهذه الانتخابات، عملية محاولة الاغتيال الأولى لدونالد ترامب في باتلر في هذا التجمع الانتخابي، ليقال أنه أثر بشكل كبير على مسار الأحداث وأنه سيؤثر بشكل كبير على أصوات الناخب الأمريكي. هل تعتقد ذلك كيسي؟ Are we talking about the assassination attempt specifically? إذا ما تحدثنا عن محاولة الاغتيال بشكل خاص، نعم، ما حدث هذا اليوم شكل صدمة في النظام الانتخابي والمنظومة الانتخابية. حتى إن لم نكن نحب دونالد ترامب، ما رأيناه على شاشات التلفاز وإقرارنا بأن كنا على وشك رؤية عملية اغتيال على التلفاز، هذا أمر لم تشهده أو لم يشهده الشعب الأمريكي في السابق.
السابق، ورأينا إذن اجتماعات انتخابية حيث كان الرئيس ترامب أو عفوا المرشح ترامب يغطي أذنه ببعض الضمادات، وهذا يكرر صورة ما حدث في ستينيات القرن الماضي. أعتقد أن ذلك بطبيعة الحال قد أثر في أصوات الناخبين وأدى إلى استقطاب جديد في السباق الانتخابي، لم يغير ربما آراء الكثيرين، ولكن بعد إنفاق الكثير من الأموال على هذه الحملات الانتخابية يشير ذلك إلى أن هذه الحادثة ربما قد غيرت آراء بعض الأشخاص وسببت الصدمة لبعض الأشخاص. أعتقد أيضا أن هؤلاء الأشخاص يركزون أيضا على السياسة وكانوا قد اتخذوا قرارهم على أي حال، على الرغم من هذا الحدث الصادم الذي شهدناه جميعا على شاشات التلفاز. بالفعل، وهو يعني لم يعطى الناخب الأمريكي الوقت حتى ينسى ما حصل لدونالد ترامب في بوتلر، لأن محاولات اغتيال لاحقة تابعناها، واحدة في فلوريدا وواحدة أخرى تم الحديث عنها في كاليفورنيا. وبالتالي دانيال، أود أن أسمع رأيك في هذه المحاولات، وإن كانت حقيقة تساعد هذا الرجل للوصول إلى البيت الأبيض كما يقول البعض. نعم، هذه المحاولة قد ولدت نوعا من التعاطف بين أشخاص كانوا يكرهون دونالد ترامب، أرادوا أن يكون دونالد ترامب في أمان، لا يريدون أن يعيشوا في مجتمع حيث يقتل ويتم اغتيال المرشحين السياسيين. ويقول الديمقراطيون أن ترامب هو تهديد للديمقراطية، وبالتالي إن خسرت هاريس فمن المرجح أن تقبل نتائج الانتخابات، ولكن إن خسر ترامب من المرجح أن يتكرر سيناريو 2020 وأن يشكك في نتائج الانتخابات، وسوف يثير الشكوك ربما في صفوف داعميه بشأن نتائج الانتخابات، وأن هاريس ليست الرئيسة الشرعية ربما للبلاد، وهذا يقوض الثقة الاجتماعية في الانتخابات، ويؤدي ذلك إلى ربما بعض الانقسام في صفوف الأمريكيين. ولكن على أي حال، لا تشوب الانتخابات الأمريكية الكثير من عمليات التزوير، هناك جهات معنية تقوم بعملها على أكمل وجه من أجل الحرص على إنصاف على الحرص على أن العملية الانتخابية منصفة وعادلة وشفافة. هذه مشكلة ناقشناها أكثر من مرة في الكثير من الحوارات في سكاي نيوز عربية، بس عندما بحثنا رأينا أنه هذه ليست المحاولة الأولى، محاولة الاغتيال الأولى التي توجه لرئيس أو لرئيس سابق. فبالتاريخ الأمريكي حصلت الكثير من محاولات الاغتيال، حتى أنه عدد من رؤساء البلاد ووصل عددها لأربعة إن لم أكن مخطئة قد يعني اغتيل بهذه الطريقة. لكن نقطة مهمة أشار إليها السيد دانيال دكتور كيسي هي مسألة تعامل السلطات مع هذه المحاولة. حتى هذه اللحظة يقال إنه الخدمة السرية لم تتخذ لربما القرارات اللازمة لإنهاء هذا المسلسل، ليقال إنه حتى بعد انتخاب دونالد ترامب في حال وصوله إلى البيت الأبيض سيكون معرض لعمليات اغتيال مماثلة. هل تعتقد أنه تم التعامل قانونياً، وحضرتك أستاذ في القانون الدولي، هل تعتقد أنه بالقانون تم التعامل كما يجب مع هذه المحاولة؟ أعتقد أننا رأينا عددا كبيرا من الأشخاص الذين شككوا في بروتوكولات الخدمة السرية، وقد قدم الكثيرون من المسؤولين في هذه الخدمة استقالاتهم بسبب هذه المحاولة، ولا يشكل نجاحا ربما للخدمة السرية. هذه الحالات الفشل هذه أصبحت عامة، أصبحت معلومة لل
للجميع ولا يتم بذل الكثير من الجهود لمنع هذه الأمور من الحدوث. رأينا بعض الأعمال حيث قامت الخدمة السرية ربما بإزالة بعض المسلحين الموجودين في محيط المجمعات الانتخابية، ولكننا رأينا محاولة الاغتيال هذه تحصل على ساحة على شاشات التلفاز. وبالتالي ينبغي على الخدمة السرية أن تبذل مزيدا من الجهود وأن تحاول معالجة حالات الفشل هذه. أنا شخصيا أتعاطف معهم على أي حال، لأنهم موجودون على الأرض يخاطرون بحياتهم وهم يتعرضون للكثير من التشكيك ويتعرضون للكثير من الشكوك في عملهم وفي جهودهم. لا شك أن هذا الملف سيكون له تأثير مباشر يمكن على أصوات بعض الناخبين في هذه الولاية، لكن الكثير من الملفات هي اللي تحكم في بنسلفانيا، ومنها ملف يقول البعض أنه يصب في مصلحة هاريس في بنسلفانيا، ملف الإجهاض. قبل ما نختم هذه النافذة دانيال، إلى أي مدى ترى أنه موقف هاريس الواضح من هذه القضية سيخدمها في بنسلفانيا مقابل موقف حتى هذه اللحظة يقال إنه غير واضح من قبل دونالد ترامب؟ It's one of her most important attributes to Democrats that she is pro-choice. إنها المسألة الأهم التي قدمتها للحزب الديمقراطي أنها تدعم الخيار الشخصي. فلنتذكر أنه في العام 2022 كان ينبغي انتخاب الكثير من الجمهوريين بعد التضخم الذي شهدته إدارة بايدن، وذلك لم يحدث بسبب ملف الإجهاض. أعتقد أن هذا الملف يشكل انتصاراً على مستوى السياسات للحزب الديمقراطي، وأعتقد أن الأمر يترك للولاية، وهذا أمر ربما قد دفع ثمنه بعض الجهات السياسية. إن ترامب قال أيضا أنه سوف يدعم حقوق النساء وحقهن في الاختيار، ولكن الكثير من النساء لم يصدقن ذلك، وذلك نظرا للقرارات التي اتخذت من قبل المحكمة العليا بشأن هذا الموضوع. هذه ملفات مهمة لبنسلفانيا، يضاف إليها طبعاً ملف تكلفة المعيشة والتضخم اللي يعتبر أساس بالنسبة للناخب الأمريكي في هذه الولاية التي صوتت لباراك أوباما في 2012، لدونالد ترامب في 2016، وعادت لتصوت زرقاء في العام 2020. السؤال إلى من ستصوت هذه المرة وتحسم السباق الانتخابي؟ شكراً لك دانيال ليبمان مراسل موقع بوليتيكو إلى البيت الأبيض، والشكر أيضاً لك دكتور كيسي بورغات أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن على المشاركة معي هنا في استوديو سكاي نيوز عربية في واشنطن.